فالسلفية هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم، اتباع الكتاب والسنة. فضيلة الشيخ، إذا علمنا عن بعض أناس أنهم يجتمعون في السر ولهم نشاطات مخالفة للمنهج السلفي، فهل نبلغ عنهم ولاة الأمر؟ فيما أرى أنه يجب أن نبلغ عنهم، لأن إذا سكتنا عنهم استبحر أمرهم وزال، ويجب أن نبلغ عنهم، ولا يجوز لأحد السكوت على مثل هؤلاء. نعم.